أهلا بكم، شاهدوا كيف درف دموع هذا الربع الجزائري بعد أن احتل المركز الخامس في رفع الأثقال وضيع على الأقل الميدالية البرونزية بفارق كيلوغرام واحد عن منافسه. للأسف هذا الربع الجزائري ضيع ميدالية وهو الآن يدرف دموع الحصر على هذه الميدالية. لا بأس، بالتوفيق في المنافسات القادمة. فلنشاهد هذه اللقطات المعبرة. بالتوفيق في راجل نور خلاص يا نور راجل نور